أنا أستاذ مازن عبد اللطيف، مدرس في قسم السياحة والآثار في جامعة النجاح الوطنية. هنا يتم اختيار موضوع معين يتعلق بالسياحة عامة وبالسياحة الفلسطينية بشكل خاص، وهنا يتم يعني التركيز على عناصر مهمة لخدمة المجال السياحي وخدمة الفرد والمجتمع والبيئة بشكل عام، خاصة أن آثار السياحة بدأت اليوم في ظل التصارع وفي ظل الانفتاح وفي ظل توفر المقومات وعناصر الجذب المختلفة، يعني أخذت تلقي بظلالها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية لأي مجتمع أو لأي بلد من البلدان، فما بالك في ما يتعلق بالسياحة بفلسطين كونها هي يعني المورد الأول للدخل الفلسطيني، كون فلسطين تفتقر إلى الموارد الطبيعية بشكل أو بآخر.